السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم هذا الخبر. ارتفاع حصيلة فاجعة الداخلة. إليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة فاجعة الداخلة إلى 8 قتلى من نفس العائلة، فيما يواصل 4 آخرون أصيبوا بجروح خطيرة في حادث السير التي وقعت مساء أمس الجمعة تلقيهم للعلاجات الضرورية. وأفاد مصدر طبي بأن الحادثة وقعت حوالي الساعة 11 مساء في محيط المدينة جراء اصطدام بين سيارة من النوع الخفيف ومركبة رباعي الدفع بسبب السرعة المفرطة، مشيرا إلى أن ضحايا الثمانية وجميعهم من ركاب السيارة بينهم نساء وقاصرون. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر. إلى اللقاء.